وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خدينا القماش كما قلت لكم راه متطاطي على هذا الشكل هذا. ديري في الكرا، ديري في أي حاجة بغيتي. المهم بأن عندنا الطول، غادي نحاول نطول هذا شوية، نردها غوب قصيرة. إذا غادي نحاول نخلي واحد المسافة شوية هنايا، لأن غادي نطوي هذا الأمام وغادي نطوي هذا على هذا الشكل هذا، ونستخلص منه لا بارمونتيغ ديالو. غادي نحاول نستخلص لا بارمونتيغ من هاد الامام ديالي على هاد الشكل هذا. وهنايا غادي نخرج لكم الاولى والثانيه، ونخرج لودو ديالي، وهذا الكول غادي نستخلصو من هاد الشيء اللي غادي يشيط ليا. اذا غادي نزيد نطول كما قلت لكم، غادي نحاول نطوي هذا على هاد الشكل هذا باش نستخلص لا بارمونتير من التوب ديالو، باش ما تكونش عندي خياطه هنايا. ونشد بهذه الطريقه هذه على هذا الشكل، نحط الباترون ديالي. اذا غادي نوضع لي زيبيندل، نحاول ما امكن نضيف الطول ديالي على هذا الشكل، تكون عندي لا غوب شويه طويله. اذا عندي هنايا هذا هو المعيار، غادي ندير مترو على هذا الشكل هذا. اذا غادي ندير مترو وهذا. اذا هاد 36 اللي عندي هنا هي اللي غادي نضيف هنايا، لان هنايا مشى ليا العدد في التصميم ما كاملش. اذا هنايا على هاد الشكل هذا، ونعطي شويه ديال لوسعيه، شويه ديال ليفازي، ندير مثلا 28 او 29، داكشي العدد اللي عندي هنايا. ندير نحافظ على التوب ديالي. اذا غادي ندير 30 على هاد الشكل. اذا انا كنوع، دابا درت الباترون وكنزيد فيه ونضيف فيه وندير فيه كلشي بالباترون اللي عندي. اذا غادي نشد على هاد الشكل هذا الطول ديالي. هنايا الى لاحظتوا راه غادي نخلي سنتيم بالخياطه زياده ولا نقصان. هاد لي كوتي اللي عندي من هنا لهنايا، العدد اللي يكون عندي له هو كيكون تغيير، ولكن على حسب الكورساج. دابا نوض لاكانس كنشربوها 80 سنتيم. اذا غادي نعقلو على 80 سنتيم. اذا هذا مثلا الوجه ديال الثوب، من الضيق اللي عندي لهاد لهنايا على هاد الشكل، على هاد الشكل، على هاد الشكل. كنا درنا 36 إضافة، إذا كنا درنا 36 إضافة باش نكملها وردها فستان، على شكل فستان قصير. إذا هنا ملاحظة، ضفت العدد اللي ضفت في الأمام بهاد الشكل هذا، وترصيت نفس الشكل، وغادي نبدا نقطع على بركة الله. اذا كما كتلاحظوا وضعت الامام والتوب على 2 ماشي على 4، لاننا هنا فصلنا الامام على الخلف، والامام لا يوازي الخلف. اذا في التراساج الهندسي عملت معكم الامام والخلف لكم. اذا غادي نعلم هذه الجهه، نفرق ما بين الخلف والامام. إذن هذا قلنا الوجه ديالنا، نشد هذا الوجه ديالتو على هذا الشكل هذا، ونشد القول ديالي بهذا الشكل هذا، ونقلب على هذا الشكل هذا.
اذا خديت الكول ديالي وضعت التوب على ربعة على هذا الشكل هذا، الجهة الامامية غير مشقوقة يعني غير مقطوعة، وغادي نقطعه بهذه الطريقة هذه. بالتالي خلي شي بوندو ولا شي حاجة اللي دير للشعر. كما كتشوفوا هذا الكول ديالنا، هذا الايمونشير ليمونش الخلف والامام، ما بقى لنا الا الخيطو. اذا الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله للخياطه. على بركه الله غادي نبداو الخياطه ديالنا. قبل ما نبدا الخياطه ديالنا غادي نحط الباترون ديالي على هذا الشكل، ونحط هادشي اللي خلصت منه. الخياطه غتكون عندي هنايا، علاش استاذ حتى فوق الباترون باش توري لنا؟ كاين غادي نتلف غادي نخيط هذا، ملي كنعطيه للتلميذات كيخيطوا لي هذا ما كيخيطوا لياش هذا. اذا فين غادي نخيط؟ هنايا باش ما نعاودش الخدمه ديالي، حطيت هكذا باش نخيط هنايا. اذا هنا فين غادي نخيط؟ اذا على بركه الله. اذا هو باش غادي نبدا بالقرب، باش غادي نبدا نلاحظوا جماعه دابا عرفت فين غادي نخيط، ماشي هنا اللي درت فيه العلامه. اذا غادي نخيط في الفوق هذا، وضعت على هذا الشكل كنكرر وكنعاود هذا الوجه، وهذا الوجه ديالي. هنا فين غادي نخيط؟ نمشيو نخيطو. اذا على بركه الله غادي نخيطو من هنا ونخيطو من هنا. اذا لاحظوا هنا اللي خيط، اذا هذا هو الكول ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نجمعو ونمشي نوريكم شنو غادي نديرو مره اخرى. ضروري ضروري تاخدي الباترون على هذا الشكل هذا باش يبان لك لودو ولو دوفون. غادي نخدم بلودو. اذا لاحظوا شد الخلف ديالي على هذا الشكل، نقلب على الوجه ديالو. إذا هذا هو وجهه، إذا هذا هو وجهه. إذا قلت لكم هذا الخلف ديالي على هذا الشكل هذا، الوجه مع الوجه. غادي نشد، لاحظوا معايا مزيان، وغادي نشد ونخيط على هذا الشكل هذا، ونخيط على هذا الشكل، نحاول نخيط من هنايا ماشي من. إذا قلت لكم ما غاديش نخيط من القول، غادي نقلب من هنايا ونخيط على هذا الشكل. اذا على بركه الله نحيد البنكله هادي ونقد هادو مع هادو على هذا الشكل هذا، ونبدا خدمتي. سيرجي في لونواغ الاخوات، ويمكن لك تخيطي هذا غير بالسيرجي ماشي شهاده. اذا عندنا الكول ديالنا والخلف ديالنا، اذا بقى لينا الامام ديالنا. نشوف الامام ديالنا، عندنا في الامام ديالنا نقلب على الشكل بالصوف الامام ديالنا. اذا باش تكون الصوره واضحه غادي نوضع هذا، ونوضع الامام ديالنا على هذا الشكل. وضعت هذه الورقه باش تكون لكم الصوره واضحه شنو كنديروا هنا. الخضر وهنا الخضر ما عادش. اذا غادي نشوف، اذا هذا هو الوجه، غادي نقلب على هذا الشكل. اذا هذا هو الوجه ديالي، غادي نشد ونقد هادو على هذا الشكل. عقلتو راه كندير لنا هذا كان هكذا، وشديت وقلبت هكذا، ونقد هنايا مع هنايا على هذا الشكل، ونقد هذا مع هذا على هذا الشكل. وغادي نهبط هذا على هذا الشكل، هذا يبقى لي حر. نشد على هذا الشكل، هذا يكون برا، هذا يكون برا، يكون هنايا على هذا الشكل. ونشد لي زيبينغلي بهذه الطريقة.
وهاد الطريقة هادي. طريقة ساندويتش، جوج جوج، اثنان اثنان. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نخيط هادو، نخيط غير الشكل هذا. نمشي للطبله نشرح لكم. اذا لاحظوا عندنا هذا هاد لي بات، ها هما على هذا الشكل، هاد الجوج هادو. باش يكون الصوره واضحه غادي نوضع ورقه بيضاء من هنا باش تكون واضحه لكم. شنو غادي نضطر؟ غادي ندير لي فرونس هنايا، غادي ندير لي فرونس هنايا على هذا الشكل هذا. لاحظوا على هذا الشكل هذا، ولكني غادي نخيطهم مع الامام، مع الامام ماشي الخلف. غادي نخيطهم على هذا الشكل هذا، شوفوا مخيطين هنا، ولكني غادي نعاود نخيطهم هنايا. غادي نشد لي دو على هذا الشكل وندير لي فرونس طالعين الفوق ماشي لتحت على هذا الشكل. الكاسكارات ولا كشكشات ولا شتي تقول لهم. غادي نشد هذا طالو، اذا ها هما على هذا الشكل، ونشد هذا ونطوي على هذا الشكل، وندير لي فرونس ديالي على حسب النيفو اللي بغيت انا، المستوى اللي بغيت انا. نتحكم في الموديل ديالي في الارتيكل ديالي، وهادشي اللي قلت لكم باش تكوني كرياتيف مبدعه. كي تشوفي هذا الشيء هذا، هاد الطريقه هذه. إذا غادي نخيط هذا ونخيط هذا. نمشيو للطبلة ونوريكم. إذا هادو لي مونش ديالنا، حنا خيطنا سالينا الموضوع ديالنا على هاد الشكل هذا. إذا غادي ناخد، عارفين بأن الحردة الأمام راه محفورة ماشي بحال الخلف. اذا هنايا في التصميم اللي درت راه الامام لا يوازي الخلف، ودرت واحد العلامات هنايا، واحد الكرانات باش الامام مع الامام. اذا هذا الامام فين هو الوجه؟ اذا هذا هو الوجه، هذا هو الكم ديال هذا، باش غادي نخيطو بالطريقه المعتاده. ونشد هذا حتى هو ونوضعو على هذا الشكل هذا، ونخيط لكم ديالي حتى هو على هاد الشكل هذا. طريقه التخياط لكم راه عارفينها. كنشدو هذا، كنشدو الكم ديالنا، وكنبداو نخيطو بهاد الطريقه هادي، وتندورو نمشيو نخيطو. اذا على الطريقه هما الكمام خيطهم على هذا الشكل، والكمام على هذا الشكل هذا. اذا لا روب بدات كتبان لينا، او البوديه او ديباردور و دي كيبان لينا. اشنو غادي نعمل؟ اذا هذا هو الوجه ديالو على هذا الشكل، باش نبين لكم الخياطات. الان شنو غادي نعملو؟ غادي نقلب على هذا الشكل، وغادي نديرو فتحه باش نديرو فيتمون ازياتيك على هذا الشكل هذا، ونشد هذا الشكل هذا، ونقاد اليدين ديالي بهاد الطريقة هادي على هاد الشكل، ونشد ونخيط من هنا من هنايا نفس الشيء. هاد المسائل راكم عارفينهم ومتعوضينهم معايا، عودتكم عليهم. ونشد ونخيط هنايا،
ولكن هنايا غادي نخلي واحد الفتحات، نخلي 25 سنتيم 30 سنتيم، تكون فتحه كبيره باش يجوني تلبس مع بودي ولا شي حاجه بحال هكذا. غادي نشوف شحال غادي نخلي في الفتحه، خليت 32 هنايا على هذا الشكل هذا، ونخلي 32 في الجهه الثانيه الاخرى، بغيت الفتح يكونوا كبار، وكل واحد له شوا ديالو الاختيار ديالو. انا قلت 32 تيدير 24 ديري 20 ديري سميتو. المهم واهم حاجه عندنا هو الموديل، هو هذا الكول هذا بهذا الشكل هذا. اذا كما قلت لكم غادي نخيط هنايا، هنايا بغيتي لي تسليم غادي تزيدي تقجيها تسليميها. اذا لي بواني ديالي هما على هذا الشكل هذا، اذا لي بواني ديالي على هذا الشكل هذا. كيبقى لي الاختيار ديالي اشنو غادي ندير هنايا. اذا كيبقى الاختيار شحال غادي ندير هنايا في السليماج ديالكم، هذا فم لكم. اذا على حسب داكشي اللي بغيت. اذا 10 غادي ندير 10 على بركه الله. اذا بعد الانتهاء لخياطة الجانبين، الان غادي نضطر نخيط الفتحة بهذه الطريقة هذه بهذا الشكل هذا. اذا باش ما غاديش طوالي الفيديو غادي نطويه هنايا، ونطوي ديال لكم وندير الفينيسيون ونبينها لكم. اذا الموديل امامكم على هذا الشكل، وفي الكول فيه جوج طرق، كنقلبوه اللور وكنردوه للقدام. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الموديل هذا، واللي ما ابونيش معنا يتابونا معنا ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد، وله جزيل الشكر. اذا استودعكم في امان الله، والى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله.